وبنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل بقى الجو هيكون شديد البرودة على شمال الصعيد وبارد على باقي الأنحاء. النهاردة في شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في فرص لسقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد أيضا على فترات متقطعة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. يمكن احنا يعني اليومين اللي فاتوا شهدنا استقرار في الاحوال الجويه، وكانت الظاهره اللي مكمله معانا هي ظاهره الشبوره. النهارده اخبار الجو ايه، وهل هيستمر الاستقرار في الاحوال الجويه اليومين الجايين كمان ولا هيحصل تغيير؟ هو طبعا احنا بالفعل خلال الايام الماضيه كان في استقرار كبير في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، ويمكن متوقع اليوم استمرار الاستقرار في الاحوال الجويه. النهارده بس؟ لا، هو النهارده والايام اللي جايه، يعني احنا على الاقل لمنتصف الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هيكون في استقرار في الاحوال الجويه. فترات طلوع اشعه الشمس خلال فتره النهار في معظم محافظات الجمهوريه فيما عدا بعض المناطق الساحليه، لان النهارده تحديدا بنتاثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه على المحافظات الساحليه المطله على البحر، على المناطق الساحليه وتكون امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه. هي طبعا كميات امطار بالنسبه الأماكن الساحلية قليلة، لكن هي أمطار خفيفة متوسطة هتزيد عن أمس، لأن أمس ما كانش فيه فرص لسقوط الأمطار في أغلب المحافظات. النهاردة أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم، لكن هي إن شاء الله مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. باقي مناطق الجمهورية اللي هي المحافظات الداخلية فيها زيادة لفترات سطوع الشمس، فيها استقرار كبير في الاحوال الجويه، درجات الحراره خلال فتره النهار تعتبر اعلى من المعدلات الطبيعيه، فيها ارتفاعات طفيفه في معدل من درجه لدرجتين عن المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام. الطقس بالفعل الشتوي مائل للدفء على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافي بشكل كبير في المناطق الجنوبيه، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار وتحديدا بالليل بقى الجو مختلف تماما. بالليل والفجر الدنيا برد. بالفعل يعني ده فترة الظهيرة أو فترة النهار مع وجود أشعة الشمس هي اللي بتخلينا نحس أكبر بالدفء وبالاستقرار، لكن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا، وخاصة بقى كمان في فترات الليل المتأخر، لأن فترات الليل طويلة فبيحصل تبريد تدريجي بشكل كبير خلال فترات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر أجواء ما بين شديدة البرودة إلى باردة في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة كمان المحافظات اللي فيها ظهير صحراوي بشكل كبير زي محافظات شمال الصعيد وسط سيناء، كمان الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة بتحس بالبرودة بشكل كبير خلال فترات الليل. وطبعا تبقى معانا دايما الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية اللي بتأثر فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. يمكن اليوم الشبورة المائية كانت كثيفة في بعض الأماكن، وإن شاء الله تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس صعب الكثير الشبورة المائية تبدأ تختفي من على أغلب الطرق وتتحسن الرؤية الأفقية على الطرق. الأيام اللي جاية كلها إن شاء الله يكون فيها استقرار كبير في الأحوال الجوية، ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة، يعني احنا اليوم الأزمة على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، مع غدا وبداية الأسبوع اللي جاي 22 إلى 23 درجة مئوية، هيكون في زيادة في الاستقرار وزيادة في إحساسنا بالدفء فترة النهار، وتبقى البرودة موجودة معانا فترات الليل. الشبورة المائية هتكون هي الظاهرة الجوية الموجودة معانا خلال الأيام اللي جاية بشكل كبير، فلازم ناخد بالنا بلاش ننخدع بأشعة الشمس والدفء فترة النهار، ونغير نوعية الملابس لأن فترات الليل فيها برودة، لازم نستمر في ارتداء الملابس الشتوية وتكون كمان شتوية ثقيلة لو احنا هنخرج فترات الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر، ومع الشبورة المائية طبعا لازم القيادة بهدوء تام، نتابع كافة تعليمات المرور ونشغل كشاعة الشبورة الموجودة في السيارة. طب بالنسبة لنشاط الرياح يا دكتورة منار؟
هو نشاط الرياح اليوم هلاقيه في بعض اماكن زي السواحل الشماليه الغربيه، شمال الصعيد، جنوب سيناء، لكن مش هيأثر باي اتربه ورمال مطره، فقط ممكن في الاماكن دي يحسسنا بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره فترات المساء وساعات الليل، ملهوش تاثير بشكل كبير. ففي معظم المحافظات اعتدال في سرعات الرياح، ويمكن كمان ده بيؤدي لاعتدال في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر، والبحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، وطبعا نخلي بالنا من نصائح هيئه الارصاد، يعني مهم جدا ان احنا ناخد في الاعتبار طبعا الملابس الثقيله لو هننزل بالليل، لان الجو الصبح فعلا دافي لكن بالليل بيبقى شديد البروده.